بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن عزيز معكم من موقع xq55.net. أقدم طريقة سريعة لتعريب سامسونج جالكسي S2. هذه الطريقة مبنية على روم أجنبي باسم فيليان ومعدلة من الأخ ماد ماك. التعريب بالكامل من ماد ماك. مشكلة المتصفح لا زالت موجودة. الطريقة باختصار هي التالية: اذهب والجهاز مغلق لوضعية الداونلودينج مود، وهي بالضغط على زر أسفل الصوت وزر هوم وزر باور معا. سيعطيك تحذير، اضغط سهم اعلى. طبعا قبل هذه الخطوة يجب ان يكون لديك سامسونج كيس وجهازك معرف عليه لمرة واحدة على الاقل للحصول على تعريفات الدرايفرز. قبل التوصيل اذهب لي ملف اوديون. ستجد الملف هذا لوحده، ضعه في فولدر اوديون. اضغط كليك يمين على اوديون ثم رن از ادمنستريتور. اتبع التالي، ضع ملف البي دي اي وهو الروم الجديد الخاص بماد ماك، ولا تضع صح على اي شيء اخر، اي ان شكل الاوديون هو التالي، لا يوجد علامة صح في ريبارتيشن ولا فلاش كلوك ولا ملفات بي دي اي، فقط ملف بي دي اي هو الوحيد المحطوط عليه علامة صح، و اوتو ريبوت واف ريسيت تايم فقط، اي ثلاث علامات صح في هذا البرنامج. وصل جهازك الان، ستجد علامة صفراء، اضغط ستارت. طبعا يعطيك كلمة كيرنل في الأعلى ووجود شريط في جهازك. طبعا هذه الطريقة لا تحتاج إلى روت معين، وهذه الطريقة لا تحتاج إلى روم معين، ممكن تركيبها مباشرة كونها تعتمد على أنه هذا ملف PDA تحديث لجهازك. تأخذ هذه العملية تقريبا 3 دقائق أو 3 دقائق ونصف، وهي وضع طبيعي لتركيب روم. حجم الروم عالي، 425 ميج تقريبا، تم ضغطه 3 مرات ووضعه في ملف ميديا فاير، وبدون ضغط موجود على الفور شيرد او ملف الاخ ماد ماك. انتهى، أخذ دقيقتان. سيعمل جهازك ريستارت. ممكن نزع سلك اليو اس بي الآن، وممكن إغلاق ملف أوديون. عندما يعمل جهازك ريستارت، أنا سأتابع الفيديو حتى تعرف ماذا يحدث في جهازك. سيأخذ وقت كون هذا روم جديد، ثم يعمل ريستارت بهذا الشكل. يجب أن يأخذ نفس وقت الفيديو الحالي. إذا كان لديك أي تأخير، يوجد لديك مشكلة في الروم. تم تجربة هذه الطريقة على 3 أنواع من الرومات الأوروبية.
هذا التأخير فقط لمرة واحدة، هي عند أول تشغيل. عند عمل ريستارت سيأخذ سرعة أكبر جدا. الآن لديك روم، وعادة لن يحدث شيء قديم لديك. هذا الروم يدعم العربية، تحتاج لبرنامج باسم سمارت كيبورد، أو نزل أي برنامج كيبورد. قد شرحت في مشاركة سابقة أنواع الكيبورد في أندرويد، ابحث في موقعي. الجهاز الآن لتجربة اللغة العربية، سأذهب للرسائل وأكتب رسالة مثلا. طبعا نوع الخط هو رومات سيونوجين، لاحظ. عموما هذا روم ماد ماك، روم معرب وروم جيد الحقيقة، جربته لمدة يوم، ممتاز وطريقة مختصرة جدا. للقاءات أخرى إن شاء الله مع موقع xq55.net.